رأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. شارك في الاحتفال عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة، وذلك في مشهد يعبر عن وحدة نسيج الوطن الواحد الذي يجمع أبناءه في الاحتفالات كافة. أجواء من المحبة احتفلت الكنيسة المصرية بقداس عيد القيامة المجيد، حيث انطلقت الاحتفالات من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد أن ضقت الكاتدرائية أجراسها لتعلن بدء الصلوات والاحتفالات. الحقيقة هو دايما رسالة القيامة هي دعوة للانتصار على كل المعوقات. القيامة حسب الإيمان المسيحي هي الحياة من بعد موت، وهكذا الإنسان يواجه في حياته العديد من العقبات والمعطلات، وبيكون الإنسان دوما مطالب لكي يصل إلى أهدافه وغاياته أن يسعى بكل قوة ويجتهد ويتحلى بالصبر وبالإصرار. الكاتدرائية شهدت حضورا شعبيا كبيرا وامتلأت جنباتها بهم، حيث ساد المكان المحبة والود والحب، وحرص الكثيرون على الاحتفال بعيد القيامة المجيد داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، عيد سعيد، وخريستوس انيستي، اليسوس انيستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. بقول كل سنة وكلنا طيبين، ومصر كلها وكل المسيحيين وكل مصر كلها تبقى بخير يا رب وسلام. كل سنة والبابا تودروس بألف خير وسلامة وصحة، وربنا يخليه لنا ويخلينا طبعا رئيسنا وحبيبنا السيسي، يبارك لنا فيه وفي كل خطواته لينا. أمنيتي إن المحبة تبقى في مصر كلها، مسلم ومسيحي، نفسي المحبة تبقى زايدة أكتر. وكل سنة وأنتم طيبين وربنا يخلي لنا البابا. طبعا يوم جميل، عيد القيامة ده عيد حلو قوي، وكلنا بنحب اليوم ده قوي، وأتمنى طبعا إن البلد تبقى بخير وحلوة يعني. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث شارك في الاحتفال عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة في مشهد يعبر عن وحدة نسيج الوطن الواحد الذي يجمع بين أبنائه في الاحتفالات كافة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية أو كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر بحضور عدد من القيادات. هذا ويأتي عيد القيامة ليعلن الانتهاء من الصوم الكبير. هنا داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم الكاثوليك بمدينة نصر انتشرت أجواء من السعادة بقداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور جماهيري وشعبي كبير. عيد القيامة هو يعني أساس للإيمان المسيحي، يسوع المسيح قام من بين الأموات، ومعنى القيامة هو انتصار على الموت، انتصار على الخطية، انتصار على اليأس، انتصار على الكراهية، انتصار على الإحباط. دي كلها معاني لعيد القيامة احنا بنعيشها كمان في الواقع اليومي بتاعنا، وبنكون حاملين للسلام والفرح وناشرين للسلام والفرح مع كل شخص بنتقابل معاه في كل مكان بنكون متواجدين فيه. صلوات واحتفالات وترانيم وحالة من الفرح مع دقات الجرائس، فالجميع هنا مسلمون وأقباط في مشهد واحد يؤكد على ترابط نسيج أبناء هذا الوطن. احنا متعودين بنيجي الكنيسة بالليل كل سنة، ده حاجة أساسية يعني. الأسبوع ده كله أسبوع مقدس بالنسبة لنا، وده أول يوم بنعديه في الأسرة كده، وتاني يوم بنخرج مع العيلة كلنا مع بعض. دايما بحضر العيد في القاهرة، وبعدين بنزل اسكندرية لأهلي هناك، لماما وبيت العيلة، ونقضي اليوم مع بعض أنا وأخواتي، ويعني بيبقى يوم مميز يعني. هو القيامة، فرحة القيامة كلنا بنفرح بيها، فكلنا بنتجمع مع بعض بيبقى يوم جميل يعني، كلنا بنستناه من سنة. تمام يعني، بنيجي الكنيسة ونصلي ونروح بعد كده نفطر طبعا، ونعيد الصبح مع الحبايب. مرتبين هنطلع مع الحبايب كده، نقعد في الحديقة، ناكل فسيخ، مظبطين الدنيا يعني مع أصحابنا. شمنا سيما، فبنطلع يعني بيبقى كويس إن احنا صايمين بقالنا 55 يوم، وبنطلع
فسحة مع بعضينا وناكل الفطار وكده يعني. يأتي عيد القيامة ليعلن انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر في العادة 40 يوما، كما ينتهي أسبوع الآلام بسبت النور. عيد القيامة المجيد هو أحد أهم الأعياد المسيحية، ويرمز حسب رواية العهد الجديد إلى قيام المسيح من قبره وانتصاره على الأعداء والشر، فهو عيد يجسد في الوقت نفسه علاقات الأخوة والتراحم والترابط التي تجمع أبناء هذا الوطن الواحد. وكل عام وأنتم بألف خير. من داخل كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.